يعقوب اللي هو واحد من الآباء. ويعقوب أهميته إن هو ده إسرائيل، فكل العهد القديم بيدور حوالين الكلمة دي، إسرائيل كشعب مختار. فاللي لقب بإسرائيل ده يعقوب نفسه. ويعقوب شخصية مليان عيوب ومليانة فضائل، وعشان كده هي شخصية غنية جدا. يعني لما قعدنا نجمع الأجزاء اللي المفروض نطبعها كده، عشان لقينا إن في حاجات لازم نعديها عشان نقدر نخلص، لأن يعقوب ياخد وقت كتير في شرحه. وأصبح واحد من الثلاثة الكبار، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اللي هما بيسموهم الآباء البطاركة. وهنا البطاركة مش بطاركة الكنيسة القبطية، لا، دول بطاركة البشرية. يعني على مستوى التاريخ كله دول خدوا المكانة يمكن أفضل من آدم. يعني آدم الأب الكل بالجسد، لكن بالإيمان أبلح أصبح إبراهيم وإسحاق ويعقوب هما البطاركة. يعني هما اللي المفروض نعيش على مثال إيمانهم وعلى مثال غربتهم. تبتدي القصة احنا في تكوين 25. طبعا احنا هنقرأ النهاردة يعني مش كل آية هنقف عندها، لأن في قصص كتير، لكن كل قصة هناخدها كده مجملة أكتر، وفي حتة هنركز فيها بالتفصيل، وفي حتة هنضطر نعديها شوية عشان الوقت. هذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم ولد إبراهيم إسحاق. وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته. أول تعبير كده يشغلنا، صلى إسحاق لأجل امرأته. أولا نادرا ما بنشوف راجل بيصلي لمراته، معرفش ليه، لكن بعيدا عن النقطة دي، إسحاق له بركة. شوفوا الكلمة، صلى إسحاق لأجل امرأته فاستجاب له الرب. الناس دول ليهم كرامة كبيرة عند ربنا، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صلواتهم غالية جدا، لأن دول حملت الإيمان لكل التاريخ، فصلواتهم قوية. إسحاق ده من طفولته شارب الإيمان، لما كان صغير ساب نفسه في ايد ابوه يذبحه، بدل ربنا عاوز كده. يعتقد ان ساعتها اسحاق ما كانش صغير، يعني بتاع 15 16 سنه، لو عاوز يقاوم ابونا العجوز ابراهيم ده كان هيقاومه يعني، لكن هو ما قاومش، لانه كان بدل ابوه قال ربنا عاوز كده، حاضر، سابه يربطه، سابه يرفع السكينه وما تكلمش، اللي اتكلم ربنا. فطبعا ده يدل على ان اسحاق من طفولته عنده ايمان شديد بربنا. فلما صلى ربنا فتح رحم رفقة، وتزاحم الولدان في بطنها، يعني بالكوم، لما ربنا بيدي بيدي كده بسخاء. فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا، فمضت لتسأل الرب. تزاحم الولدان في الغالب كان في خبط ورزع في بطنها جامد، يعني توأم بقى ولدين بيتخانقوا طول الوقت، فكان من يومهم بيتخانقوا من قبل ما يتولد. فيبدو بقى هي عاوزة تفهم ايه الحكاية، هل ليها دلالة؟ يعني برضو الناس دول من بساطتهم وروحانياتهم رايحة تسأل ربنا سؤال غريب جدا. العيال بيضربوا بعض جوه، ليه يا رب؟ فاهمين ازاي؟ رايحة تسأل ربنا ليه يا رب بيحصل كده؟ قال لا عادي، واحدة حامل وعندها توأم، ايه يعني، ما شوية وجع وخلاص. لكن تصوروا ان الناس من بساطتها ممكن تسأل ربنا في كل موقف ليه؟ هل ليك يا رب رسالة من الكلام ده ولا لا؟ طبعا ده يدل على إيمانهم إن مفيش حاجة عشوائي، كل حاجة ليها دلالة وكل حاجة ليها معنى. يا ريت عندنا الإيمان البسيط ده اللي يخلينا كل موقف نسأل ربنا يا رب تقصد إيه؟ أنت عاوز تقول حاجة؟ لنكون إحنا مش واخدين بالنا. فده يدل على تقوى إسحاق ورفقة، إن رفقة مجرد إن تزاحم الولدان في بطنها مضت لتسأل الرب. تسأله يا رب، يمكن بتسأله ليه توأم مرة واحدة؟ مش كانت تفرح وخلاص وتقول بركة اتنين بدل واحد؟ لا، عاوزة تسأل يا رب ليك رأي، ليك غرض، لماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب. برضو اللي يحب يعرف مشيئة ربنا، ربنا بيعرف. ساعات احنا لما نطلب مشيئة ربنا نطلبها بغرض، لكن ما بنطلبهاش كما هي. يعني ايه؟
يعني واحد يمضي يسأل الرب، يسأل ربنا يقول له وانا اعمل دي ولا دي، هكسب فين اكتر؟ السؤال ما يشغلش ربنا، تكسب فين اكتر؟ المهم تمشي مع ربنا وخلاص، فتلاقيه مش سامع اجابة. لكن لو هو بيسأل ربنا يا رب اللي بيحصل ده ايه تفسيره، اللي بيحصل ده ايه غرضه، هتعمل ايه من حياتي، الاحداث دي ليها تأثير ازاي على خلاص نفسي، ربنا يجاوبه، لان سؤال روحي، لان واحد ماشي في الخط الموجة مظبوطة عاوز يعرف خلاصه فين في الموضوع ده. في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. ربنا قال لها بص اللي في بطنك دول مش اتنين، دول شعبين وتطلع منهم امتين كبار جدا، والكبير فيهم هيستعبد للصغير. تاخدوا بالكم ان كل الاحداث الكبيرة تبدأ صغيرة، الاحداث الضخمة في التاريخ دايما كانت صغيرة. مين يقول ان شعب اسرائيل ده كله بكل الهوجة اللي عملها في العالم كان طفل صغير في بطن امه عمال يخبط في اخوه من يومه بيخبط في الدنيا كلها؟ هو ده اسرائيل اللي قلب الدنيا لغايه النهارده، ملايين ومتاعب واقتصاد، وفي الاصل كان جنين صغير هو نفسه اسرائيل ده في بطن امه. فربنا قال في شعبين، والصغير اللي هو اسرائيل اللي هو يعقوب هيبقى اكبر من اخوه، هيسبق اخوه، يعني عيسو، ما هو عيسو المفروض هو الكبير، فرق بينهم دقيقة، لأن اللي هينزل الأول هيعتبره بكر، فعيسو كان نزل الأول، فأصبح يعقوب هو الصغير، بس هو الفرق بينهم دقايق. لكن ربنا قال لها الصغير هيستعبد الكبير من الأول كده، وهنشوفها بقى لما يعقوب سرق البركة حقق الكلام. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. يبدو عيسو يعني أحمر، لأنه لقوه محمر كده ومشعر من يومه فسموه عيسو. بعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقد عيسو، يعني الثاني ماسك في كعب أخوه يتعقبه، يعني فاهمين ازاي؟ فسموه يعقوب او المتعقب، وهو من يومه هيبقى ماسك في ديل اخوه كده، يعني هيبقى دايما عاوز ياخد حاجة اخوه. فدعى اسمه يعقوب، وكان اسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهم. 60 سنة يعني طبعا قعدوا فترة بدون اولاد، ودي تؤكد انه لما صلى ما كانتش من يعني خدت وقت الحكاية برضه، لكن عشان نقول انها عاقر ما كانتش شهر واثنين، كانت كذا سنة. فكبر الغلامان، وكان عيسو انسانا يعرف الصيد، انسان البري. الاثنين دول كبروا. هتلاحظوا حاجة، ابونا ابراهيم ابو الايمان سلم اسحاق الايمان، اسحاق سلم ولاده الايمان، لكن كأنه التسليم بيضعف شوية شوية. فتلاحظوا ان الايمان ما هوش بنفس قوة ابونا ابراهيم زي ما هنشوف كده. وفي الوقت ده غالبا ابونا ابراهيم جده كان عايش، يعني اقصد جد يعقوب وعيسو لسه كان عايش، فغالبا هم حضروه فترة وتمتعوا ببركته شوية. يبقى يعقوب وعيسو شافوا جدهم ابراهيم العظمة كلها فترة. عيسو اختار معيشة البرية، فبقى عايش على الصيد. المهن في الفترة دي كانت 3 مهن، الصيد والرعي والزراعة في العالم القديم كله كده. والصياد يعتبر أكثرهم عنفا وهمجية بحكم حياته، يبات في خيام، ما يقعدش في بيته أبدا، لازم يصارع الحيوانات، فلازم يبقى عضلات، ولازم يبقى لئيم عشان يعرف الفريسة يصطادها. وبعد كده تيجي الرعي والزراعة، دول بقى اللي هم متحضرين يعتبر، دول ولاد العز يعني، اللي يقعد في خيمة ويروح كل يوم آخر النهار وكده يعني. يعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام، هنا كاملا مش بمعنى كاملا في عين ربنا، لا، هنا كاملا يعني إنسان متحضر يسكن الخيام. أما عيسو لا، عيسو يسكن البرية، يعني شخص بربري يعني. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، مستغرب برضه إن عيسو
بقى محبوب اتحال لانه كل يوم يجيب له غزاله، يجيب له ارنب، يجيب له حاجه مصطادها من البريه. فعيسو مبسوط بالشغلانه، اسحاق مبسوط، فبقى عيسو حبيبه اكتر. اما رفقه فكانت تحب يعقوب، وعلى فكره رفقه دلعت يعقوب، هتشوفوا الدلع وتاثيره. طبعا دي اول غلطه في تاريخ اكبر امتين في العالم. يعني اذا كنا نقول عيسو ده ابو العرب ويعقوب ده ابو اليهود، الحكايه بدات بقله وعي من الاب والام، ما علمهمش يحبوا بعض، كان في تمييز، فالتمييز عمل نوع من الانشقاق النفسي بينهم وبين بعض، ما بقوش بيفكروا في مصلحه بعض، لا كل واحد عاوز ياخد لنفسه، فالاثنين عندهم انانيه. ودي مصيبه، يعني ان مشكله صغيره في التربيه ينتج عنها مشاكل ضخمه بعد كده. فعيسو حبيب ابوه ويعقوب حبيب امه، ودي شغلانه مش بسيطه. وطبخ يعقوب طبيخا، شوفوا الروقان بقى، ادي يعقوب يسكن الخيام، فما فيش مانع يروح يساعد مامته ويطبخ، ويعني دي حياته. وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا، يعني عيسو جاي تعبان قوي وشم الريح. فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعيت، لذلك دعي اسمه ادوم. الاحمر ده عدس، بس ايه العدس الاحمر ده؟ انا مش عارفه، يعني غالبا اللي بجبه يعني. المهم يعني كان لونه زمان احمر. فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك. ايه البكوريه؟ احنا قلنا ان عيسو بكر لانه سابق يعقوب بداية، والبكر دايما له امتيازات، الكبير يعني، فالكبير هو الوريث الشرعي لكل شيء، دي مهمة دي. ودايما البكر في القبائل وحتى عند اليهود له مكانة أعلى من كل إخواته، لأن هو رب البيت في غياب أبوه، إن كان الغياب ده موت أو سفر، هو رب البيت. فطبعا البكورية ميزة. فلما شم الريحة وقال له اديني من الأحمر ده، المفروض كأخ يعني يقول له اقعد الحمد لله على السلامة ويطبخ له ويغرف له يعني. لكن واضح ان يعقوب في دهاء من يومه، يعني اليهود دول مش يعني أصلهم كده. فقال له لا، تاخد العدس تديني البكورية، يعني خلينا أنا الكبير. طبعا ده اتفاق ضمني بينهم، فغالبا عيسو قال لك ده كلام عيال، خد يا اخويا، يعني هتاخد ايه؟ هو مش هياخد حاجه في ايده، فاهمين ازاي؟ هي كلمه، هيبقوا متفقين خلاص، انت الكبير انا الكبير. لكن ساعه الجد مين عارف؟ ما حدش عارف، فاهمين الفكره؟ فغالبا عيسو قال لك يا عم ده كلام، ياخد البكوريه لو عاوز، لكن هو يوم ما اسحاق يجي يباركني طبعا انا الكبير. عيسو بيفكر كده. فتصور انه بيع البكوريه ده مش هيكلفه حاجه، اهي كلمه. وفي نفس الوقت واضح ان عيسو ده شخص جزداني جدا، لان البكوريه كانت تعني لاولاد الله مركز روحي مش مركز ادبي بس، لان ابونا ابراهيم من حكايه اسحاق واسماعيل فهموا انه في فرق بين البكر فاتح الرحم اللي هو يتحط فيه الوعد وتكمل فيه الوعود والبركة، ودي حاجة خطيرة جدا لأن معناها هيجي منه المسيح في الآخر، وبين أي عيل تاني هيجي. فهم معلمين أولادهم كده إن كلمة بكر دي كلمة كبيرة قوي عند ربنا، لأن الوعد في البكر. عشان كده احنا اسمنا كنيسة أبكار، احنا كلنا أبكار زي يعقوب. عارفين يعني إيه؟ يعني مش أبكار جسديا، مش أبكار في الأصل، لكن احنا اشترينا البكورية، اشتريناها، باعها لنا اليهود. اليهود كانوا هم بكر ربنا، هقول في حتة رمزية كده وركزوا معايا. بكر ربنا ايه؟ الابن الشرعي ربنا اسرائيل، مبارك يعني شعب اسرائيل، هو ابني، يسموه كده في العهد القديم، اطلق شعبي ليعبدوني لأن إسرائيل بكري. لكن إسرائيل رفض، باع البكورية لأنه باع المسيح، فإحنا اشتريناه.
او احنا بقينا الاذكار، بمعنى كلنا خدنا الوعد وانطبق علينا وعد الخلاص فصرنا اذكار العهد الجديد، فاسمنا كنيسة اذكار. ماشي. الفكرة دي موجودة كتير في الكتاب، زي اذكار شعب مصر، دول اللي هيبقوا حكام مصر يتقتلوا كلهم عشان اذكار اليهود يعيشوا، فاكرينها؟ يبقى في بكر بيموت وبكر بيعيش. فاحنا اليهود اترفضوا وبقينا احنا كل الذين قبلوه صاروا اولاد الله، بس بالايمان مش بالنسب. نرجع للفكرة هنا. قال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعييت، لذلك دعي اسمه ادوم. ادوم غالبا مقصود بها الاحمر، وساعات يقولوا الاعياء. دعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو ها انا ماضي الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ خلي بالك، اللي يعيش يفكر في الاكل والشرب يعيش بفلسفة مشهورة اترجمت في فلسفة الرواقيين الى شعار، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وتلاحظوا ان الشعار ده موجود في كل جيل لغاية النهاردة كده، يعني نظام يقول لك ما تعيش يومك، عيش يومك دي معناها ايه؟ تعال ناكل ونشرب عشان بكرة هنموت. اللي هو مش حاطط في دماغه خالص حزبة الأبدية والحياة الأخرى، ومش حاطط في حياته خالص الروحيات والمبادئ والسلوكيات والأخلاقيات والمحبة، لا دي مهمة ولا الأبدية مهمة، خلينا ناكل ونشرب وننبسط وعشان بكرة هنموت. ده تفكير من أول عيسو من زمان قوي وهو منتشر، وبقى فلسفة بعد كده اسمها فلسفة رواقية، وطلعوا فلاسفة كثيرة يغنوا في النغمة دي، وبقى ده شعارهم، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. عشان كده مرة بولس الرسول وهو بيناقش الفكرة دي قال لهم بصوا لو كان لكم لنا رجاء في هذه الحياة فقط، يعني لو ما كانش في حياة أبدية يبقى جماعة دول معهم حق. لو فعلا ما فيش حياة أبدية، ما فيش حياة أخرى بعد الموت، خلينا نعمل زيهم، خلينا نعمل زي عيسو، ناكل لأننا هنموت. بكرية تفرق إيه بقى؟ تبقى بكر ولا مش بكر إيه قيمتها؟ تبقى عندك إيمان ولا ما عندكش؟ إذا ما كانش في حياة أبدية تفرق إيه؟ فهنا هو باع البكورية بشعار إلحادي، خلي بالكم، أو بشعار فيه رفض لله. يعني الغلطة دي هي اللي فصلت عيسو عن ربنا، غلطة في أول حياته. في نظر عيسو ده كلام فاضي طبعا، لكن في نظر ربنا كانت كبيرة جدا، إن واحد باع المكانة الروحية، باع ربنا، باع الوعد، باع الخلاص، باع الانتساب للإيمان في إبراهيم وإسحاق، باع البكورية بطبق العدل. هو ده اللي بيحصل في كل جيل، إن واحد يبيع الأبدية عشان شهوة جسدية، واحد يبيع البكورية اللي هو اختيار الله ليه، المعمودية والميرون اللي خده ده، عشان يعيش يغني ويرقص ويشرب. هي بالظبط كده، باع البكورية بطبق عدل. وعشان كده الكتاب قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. الله حاشا أن يبغض إنسان، لكن هو يقصد إيه بأبغضت عيسو؟ أبغضت الفكرة اللي ورا عيسو، منهج عيسو في الحياة، إنه يعيش لجسده ويبيع الروحيات. الشيطان اللي بيخلينا ننسى الروحيات وننشغل بالجسديات، أدي فكرة أبغضت عيسو. يعني ربنا يصعب عليه قوي لما يلاقينا بنبيع الحاجات الثمينة عشان أكلة، عشان فلوس. ها انا ماضي الى الموت بحجة ان احنا هنموت، ما هو كده ما فيش ابدية، مع ان ابونا ابراهيم مكلمه على السماء وعلى الابدية، ويعقوب واسحاق عنده الفكرة دي، لانه في بولس الرسول في عبرانيين يقول هم سكنوا في خيام كانوا ينتظروا المدينة التي لها الاساسات. يعني فكرة الابدية كانت شغلة ابونا ابراهيم وابونا اسحاق، فما رضيوش يبنوا، ما رضيوش يستقروا، فضلوا عايشين في خيام وهم اغنى ناس. ليه؟ لأن في مدينة أخرى لها الأساسات، بارئها وصانعها هو الله. ربنا بيحضر لنا بلد في السماء لما نموت هنروحها. فعاشوا غرباء، معنى كده يطلبون وطلا أفضل، أي سماويا. ده بولس اللي فهمنا كده، إن أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق كان عندهم إيمان واضح بالأبدية والحياة الأخرى، لكن للأسف عيسو ما شربوش، فقال أنا ماضي إلى الموت. موت إيه يا عم؟ ده ابوك وجدك عايشين مستنيين السماء. لا انا ماضي الى الموت، فايه قيمه البكوريه؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم،
فحلف له فباع بكوريات ليعقوب. تلاحظوا ان لما جاء يدي البركة ما جاتش سيرة القس، معنى كده ان عيسو خلى بالحلف. فاهم لكم؟ عيسو حلف قال له خلاص احلف لك انك انت الكبير مش انا الكبير. معنى كده بعد كام سنة لما اسحاق يعجز ويدي البركة مين الكبير دلوقتي؟ يعقوب. عيسو ما جاتش في باله خالص انا الكبير طبعا. الله، انت مش حلفت لاخوك زمان ان انت الكبير؟ مش اتفقتوا؟ يبقى كمان عيسو في عيب ايه؟ كلام، بيحلف ويحنس لانه انسان جزداني ملوش في المبادئ والاخلاقيات. فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فاكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكوري. يعني ايه؟ هي دي الكلمه اللي ورا هلاك عيسو، ان عيسو احتقر البكوري. يعني ده تعليق عن اللي حصل. الكلمه دي خطيه عيسو، لان في واحد بعد كده يقول عيسو ده اتظلم بصراحه، يعقوب ضحك عليه وذله وبتاع. لا معلش، سيدي القصه من اولها تلاقي ان المفتاح اتلخبط، ان عيسو باع البكوريه لانه احتقرها، ما لقاش فيها قيمه. زي ما واحد تكلمه في الروحيات يضحك يقول لك عم بتقول ايه يا اسطى؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ بقى كلام ربنا كلام فاضي؟ بقت الابديه كلام فاضي؟ بقت الروحيات كلام فاضي؟ خليك احتقر البكوريه هتبقى زي عيسو، هتطلبها بدموع بعد كده مش هتاخدها. زي ما قال العهد الجديد، جاء له وقت يطلبها بدموع ما خدهاش لانه احتقرها. لان عيسو بعد شويه هيبكي لما يعرف ان يعقوب سرق البركه، فيطلبها بدموع، يقول لابوه اما بقيت لي بركه؟ يقول له اعمل لك ايه؟ هو ما كانش يعرف اسحاق، لو كان يعرف كان قال له ما انت السبب يا عيسو لانك بعت البكوريه زمان. لانك بعت البكوريه ربنا كان لازم يدي البركه ليعقوب. ليه؟ لانك انت بعت البكوريه. فيبقى مش يعقوب اللي بس، يعقوب غلط في حاجات، لكن ربنا بدال عيسو باعه خلاص ملوش نصيب معاه. ايوه ماجد. ماجد بيقول انه كبير يستعبد لصغير وشعب يقوى على شعب، يعني كده ربنا عارف ان ده هيحصل بس مش هو اللي قصد ان ده يحصل. لا 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 حاسس دي قضيه كبيره، قضيه الاراده والاختيار. هل عيسو هنا لما طلب طبق العدس ربنا زقه عشان يطلب العدس ويبيع البكوريه؟ لا، عيسو بارادته اشتهى العدس وباع البكوريه. فيبقى عيسو مسؤول عن قراره، اشتهى الجسديات ورفض الروحيات، لكن بسابق علم الله لان ربنا سبق الزمن وشاف، لقى عيسو هيبيعه بطبق عدس، فعشان كده قال انه الكبير هيستعبد للصغير. يعني ربنا مش هو اللي فرض الكلام ده، ربنا أرى الكلام ده مع الأزمان، مع الأزمنة، مع الأحداث بسابق العلم. فلما لقى عيسو بيرفضه ويعقوب بيشتري البركة بأي ثمن، قال أحببت يعقوب وقالوا الصغير يكسب. لكن هل معنى كده ربنا متحيز هتشوفه هيعمل إيه في يعقوب بعد كده؟ بتقولش لو، لأن القصة ما فيهاش لو، هي دي القصة اللي حصلت. لا، هو بكى بس باع البكورية. يا جماعة زي ايه بالظبط؟ زي اغلق الباب. العذارى الجاهلات على باب السماء يقولوا يا خسارة، كنا مفيش كنا خلاص، ما انتوا عشتوا طول حياتكم مفروض تحوشوا زيت، ما حوشتوش زيت ليه؟ يوم والتاني وسنة والتاني، لما خلص الوقت خلص الزمان خلاص اذهبوا عني لا اعرفكم. يصرخوا ويعيطوا على الباب افتح لنا افتح لنا، يقول لا معرفكوش، لكن نصرخ النهارده افتح لنا يفتح لنا، عندنا فرصه. لكن في وقت خلاص رفضت ربنا هتترفض من ربنا. بالنسبه لنا الوقت ده نهايه العمر، لكن بالنسبه للقصه الرمزيه دي من ساعه ما رفض البكوريه استهان بالحياه مع الله رفض من الله. تكوين 27. وحدث لما شيخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له ها أنا ذا. يبقى عدى على القصة اللي فاتت كذا سنة. فقال إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، الآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتيني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت.
وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. يبقى هنا قلنا كان المفروض عيسو يقول له بابا أنا معلش غلطت وبعت البركة، البركة حق أخويا لأن هو بقى البكر، هو لا قال له كده ولا حاجة، هياخد البركة برضه. وعيسو فاكر إن إسحاق فاكر إن عيسو الكبير من حقه البركة. وخلي بالكوا البركة ليها معنى كبير قوي. ربنا بارك أبونا إبراهيم، فأصبح البركة لما تطلع من أبونا إبراهيم تسري، فاهمين؟ زي سلطان الكهنوت كده، ربنا يدي الكهن سلطان، اللي يقوله الكهن يمشي حتى في السماء. ازاي يا رب ده احنا صغيرين قوي، معلش اللي تربطه على الارض يتربط في السماء. نفس الكلام دي اصلها بقى في ابراهيم. يا ابونا ابراهيم انت بركه واجعلك بركه وابارك مباركيك ولاعنك ألعنه. يقوم لما ابونا ابراهيم يبارك حد البركه تمشي، كان ربنا بيمضي ورا ابراهيم، يعني ابونا ابراهيم يقول حاضر ماشي، وتنتقل البركة عبر الآباء. فإسحاق البركة اللي هتطلع منه هتتنفس، هتمشي على السماء، هتمشي على الزمن. فاهمين قيمة الفكرة دي؟ ودي فكرة حتى لغاية النهاردة مستمرة في بركة الوالدين، أن دعوة الكبار الآباء ليها قوتها عند ربنا لأنه واخدين بركة من ربنا. فإسحاق لو بارك الكلمة دي هتمشي، ودي عظمة ربنا في أنه يسيب سلطان الأولاد. فرفقة كلمت يعقوب ابنها قائلة إني سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أمرك به، اذهب إلى الغنم. ده مين اللي بيحكي بقى؟ رفقة بتحكي ليعقوب دلوقتي، قالت له بص احنا مش هنسيب الموضوع يعدي من ايدينا. طبعا واضح ان السلوك مش حلو، يعني رفقة بتضحك على جوزها وعلى ابنها الثاني والكذب في البيت، وعشان كده يعقوب طالع كذاب لان امه كمان مش صادقة مع ابوه او بتتحايل في امور مش صح. اذهب الى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة واصنعهما الاطعمة لابيك كما يحب، فتحضرها الى ابيك ليأكل حتى يبارك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة امه هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس. بص ده يعقوب ده لو كان إنسان يعني كويس كان قال لها معقول نكذب على بابا؟ لا لا نكذب مفيش مشاكل بس هنتقفش، فاهمين؟ أخويا أشعر وأنا أملس، فأبويا صحيح عينيه راحت بس لو حط إيده هيلعني، هيعرف إن أنا بضحك عليه. واضح إن يعقوب مش فارق معاه كذب، فاهمين؟ هيشارك في الكذبة جدا ومتحمس ليها بس خايف تقفش، يعني اوعى من امه يعني ماشي، لكن كله غلط في غلط. فقال يعقوب لرفقة امه هو ذا عيسو اخي رجل اشعر وانا رجل املس، ربما يجسني ابي فاكون في عينيك متهاون واجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له امه لعنتك علي يا ابني. طبعا كلام مش صح، يعني ايه هنا يبان بقى تأثير الام لما تكون بتزق أولادها في الغلط، وهي فعلا هتتمرر هتتحرم من الاثنين بعد كده بسبب طريقتها دي. واحد هيطفش سنين والتاني هيكره عنيها ومش هيودها طول العمر، فهتعيش متمررة طول العمر عشان علمتهم ما يحبوشهم الالتواء، هتعيش طول عمرها تعبانة بعد كده. فقالت له لعنتك علي يا ابني. تصوروا لما أم تشجع ابنها على الغلط وتقول له ما يهمكش ربنا يبقى حاسبنا، مين قال الكلام ده؟ هيحاسبك وهيحاسبه، اسمع لقولي فقط واذهب فخذ لي. فذهب وأخذ واحدا لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جلود جدي المعز، يعني لبسته لبس أخوه عشان برضو ريحة أخوه تبقى فيها. وبعدين حطت شعر المعزة على ايديه الحتة المكشوفة من جسمه عشان لو أبوه خده في حضنه وباسه ايديه تيجي على رقبته يلاقي شعر فيقول عيسو، ما هو مش شايف، فاهمين؟ يعني حبكاها تمام. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنه. طبعا فكرة ان يذبحوا ويغطوا تفكركم بحاجة زمان، أول مرة لما آدم غلط سطر نفسه بورق تين زعل ربنا، قام ربنا جاب له
جلد حيوانات بس برضو ما يرضيهوش، يعني ما يغشش ربنا فيها دي. جلد الحيوانات يعني ذبيحة حيوانية لا تقدر أن تغفر خطيه، فهمنا؟ هي ذبيحة حيوانية بس ما تسترش، هتتفضح برضو يا يعقوب وغلطتك مش هتتمسح، لأن الذبيحة الحيوانية ما تشيلش خطيه. فحط فطروه بجلد حيوانات بس ده ما يسترش، يعني واضح ان فيهم هم اخطاء كتير، لكن شوفوا كونهم حريصين على البركة دي الفضيلة الوحيدة اللي في الموضوع، ان رفقة وابنها عارفين ان كلمة من اسحاق هتمشي هتمشي. يعني ان كان في فضيلة في القصة الصعبة دي هي الحتة دي بس، الايمان بالبركة. عندهم ايمان طبعا، يشوفوا الواحد يبقى عنده ايمان ببركة ربنا بس في اخطاء في حياته، بس الايمان دي حتة صح، انه متأكد انه كلمة اسحاق هتمشي، ده ايمان، دي ثقة. حتى عيسو الحقيقة كان عنده الحتة دي، ان عيسو برضو كان شاري بركة ابوه، ففي حاجات بتبقى صح. اعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها، فدخل الى ابيه وقال يا ابي، فقال ها انا ذا من انت يا ابني؟ هو بقى عاوز يتأكد مين الشخص اللي هيستلم. فقال يعقوب لأبي أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي كي تباركني نفسك. طبعا كذب كذب، يعني أنا ابنك يقصد عيسو وأنا اصطدت وخلصت، كذب. فقالت حال ابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ يا ابني بلحقت. فقال إن الرب إلهك قد يسر لي، يعني حتى ربنا دخل في الكذبة، فاهمين؟ ربنا سهل لي، سهل لك صدق. صدق ايه ده انت كذاب من يومك؟ تاخدوا بالكم مش الرب الهي، لان لغاية دلوقتي هتكتشفوا ان يعقوب لم يختار الرب كاله. لسه هتيجي لما يشوف الحلم، اول حلم يشوفه هيقول له شوف يا رب، لو كنت امين معايا وباركتني هتبقى الهي، فاهمين ازاي؟ زي واحد يبقى مولود مسيحي لكن مالوش في ربنا خالص، ويجي موقف كده في حياته يقول له يا رب من النهارده تبقى ربنا بجد بتاعي، قبل كده انت ما كنتش ربنا، كنت ربنا على الورق. فيقول له الرب الهك، فاهمين؟ يعني كان يعقوب لسه ما ارتبطش بربنا باي عهد، لكن اسحاق مرتبط، فبيقول له ربنا بتاعك سهل لي. فقالت حال ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني، أنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجس، وقال الصوت صوت يعقوب، نسيوا الصوت، نسيوا أنه كمان الرجل اللي مش بيشوف ده ودانه مصحصح، فأتاري هو من ساعة ما دخل صوته قلقه، هو عارف غالبا أن يعقوب في حتة لؤ لحسن يعملها، فدي حاجة عدت عليهم، دايما الكذاب تفوتوا حاجة لازم دايما كده. الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدي عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال هل أنت وابن عيسو؟ آخر مرة أنت عيسو، كأنه بيحطه قدام، خليك صادق لآخر مرة، قال له أنا هو، ثبتت الكذبة بقى للآخر. فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي، فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب. فقال له اسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. تلاحظوا أن البركة مبنية على حب، فدايما لقاء البركة ده كأنه لقاء وداع في قبلة محبة، فتعالى قبلني عشان أباركك، فاهمين المعنى؟ وهنا اسحاق باخد مكان المسيح، فالمسيح بيقول لك تعالى قبلني، تعالى في حضني عشان تاخد بركة، هتاخدها وانت بعيد كده ازاي؟ تعالى قبلني فأباركك، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، الحكاية فيها حب. عاوز تاخد بركة من ربنا إلزق لربنا، قرب منه لغاية ما تقبله فيقبلك، لكن ما تاخدش بركة من بعيد. فتقدم وقبلني فأباركك، فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه، برضو واخد بيراجع ريحة عيسو، وباركه وقال انظر رائحة ابنك رائحة حقل قد باركه الرب. اول بركة راحت فين؟ في كل الزرع طول حياته،
رائحة حقل باركه الرب، معناها أول بركة بركة الأرض، ودي كانت عندهم تسوى ملايين. البركة في العهد القديم أولا أهمها أرض وعيال، أهم ما فيها كده أرض وعيال وعمر، دي البركة في العهد القديم. في العهد الجديد أبدي، مش مهم أي حاجة إلا الأبدية، لكن بركة العهد القديم ما كانوش يفهموا الأبدية والكلام، كان عينيهم على الأرض. فأهم ما يشغلهم العمر والعيال والأرض، وطبعا دي بركات موجودة، بس المسيح يقول هذه إيه تزاد لكم، يعني دي ما تدوروش عليه في العهد الجديد، فيما هو أهم في بركة العهد الجديد. وليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض ومن كثرة الحنطة والخمر، وليستعبد لك شعوب، طبعا هنا بركة فظيعة أنك تبقى رئيس على الشعوب، وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه آتيا من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال أبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابني حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبو من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا، هو إيه اللي رعبه؟ لأنه متأكد أن اللي قاله لازم يمشي، دي ما فيهاش تراجع، اللي قاله هيمشي هيمشي، فعارف أنه تخم وما فيش تراجع، اللي حصل هيحصل. وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركت؟ نعم ويكون مبارك. أنا قلتها كلمة وخلاص، ربنا قبلها على كده. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، خلي بالكم، صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبي باركني أنا أيضا يا أبي. فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال ألا إن اسم دعي يعقوب، يعني فعلا تسمى يعقوب، فقد تعقبني مرتين الآن، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال أما بقيت لي بركة؟ الصرخة المرة دي ربنا يرحمنا كلنا منها، هي صرخة من يندم ولا يتوب، مفيش توبة هنا خلاص، مفيش مجال للتوبة، البركة نفذت خلاص. فدي الصرخة اللي تمثل صرخة الناس اللي هيقابلوا المسيح في اليوم الأخير وما يكونوش تايبين، مرة جدا، تعبير الكتاب يخوف. غير بكى بكاء مرا بتاعت بطرس، دي بكاء دموع توبة، دي يجي بعدها فرح، لكن هنا مش هيجي فيسو فرح ثاني خلاص، هو باع خلاص البكورية، ولما باع البكورية باع معها البركة وراحت منه البركة للأبد، ولم يستحق أن يكون جد للمسيح ولا تابع للمسيح، لأنه عاش حياة جسدية ورفض الروحيات. فحتى لو طلبها بدموع مش هيقبلها، دي دايما تمثل أخطر ما في الخطية، إنها تضيع الملكوت. ولازم كل خاطي يا جماعة بيمشي في الدنيا دي بالطول والعرض، لو ما تبش في الدنيا هيندم، بس مش في الدنيا، بس ساعتها الندم مش هينفع، سيبكي وسيصرخ، وتبقى صرخة مرة جدا وبلا رجعة وبلا فايدة، لأن يعقوب يقول له نعم ويكون مباركا، خلاص خلصت. أما بقيت لي بركة؟ أجاب إسحاق وقال لعيسو أنا جعلت سيدا لك. هقول لك إيه؟ خلاص هو بقى سيدك. الروحيين لابد أن يسودوا على الجسديين، في الأرض لا، ده عالمهم وده زمنهم وده سلطان الظلمة، فجماعة اللي بيعبدوا الجسد لازم يدوسوا علينا، وفي السماء تتقلب الآية، كل اللي مشوا بالروح يورثوا الملكوت، وكل اللي عاشوا بالجسد يتذلوا ويفقدوا الملكوت. فقال له أنا جعلت سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدت بحنطة وخمر، ماذا أصنع إليك يا ابني؟ فضل لك إيه؟ أنا كأني استنفذت البركات اللي عند ربنا، هتاخد أنت إيه بعد كده؟
فقال عيسى لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ يعني اللي ضايق ده مش له بركات كتير، طب ما توزع، باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسى صوته وبكى. طبعا بكاء مر ليه؟ لأنه حاس أنه فقط حاجة كبيرة جدا، حياته كلها مرتبطة باللحظة دي، لأن هم كانوا يثقوا تماما في معنى البركة. بركة يعني كل حياتك فيها خير، ودي بانت في حياة يعقوب بالرغم من التواءه ومكره، منين ما يشتغل يبقى فيه بركة، رعي غنم في بركة، عيال في بركة، كل حاجة فيها بركة. فأجاب إسحاق أبوه وقال له بلا دسم الأرض يكون مسكنك، ما خلاص الدسم خد أخوك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، الثاني يسجد لك بنو أمك وكل الشعوب، لكن أنت بسيفك هتعيش، ولا أخيك تستعبد، بقول لك باركني مش العني، إيه ده؟ ما قلتش ولا حاجة حلوة، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك، يعني اللي أقدر أديه لك أنك لما تقاوح قوي تكسر نيره عن عنقك، تقدر تتحرر من نيره، ده كل اللي أقدر أوعدك به. حين تجمح تكسر نيره عن عنقك، فاهمنا؟ يعني مالكش بركة، وأخوك لازم هيسود عليك، طبعا الكلام ده على أولاده وعلى الأجيال اللي جاية. لكن حينما تجمح، عارفين الحصان الجامح؟ يعني اللي هو بيرفف جامد ده. كأن يعقوب هيحط نير على عيسو، نير ده اللي هو عصايا كده يربطوا بها الحيوانات عشان تدور في السقف. لما الحيوان يرفف جامد قوي ممكن يكسر النير، فاهمين؟ حينما يجمح بشدة ممكن الخشبة دي تتكسر. فقال له حينما تجمح تكسر نيره عن عنق، يا ترى معناها ايه؟ معناها حتى لو تذللت جدا برضو لما تقاوم بشدة تكسر النير عن عنقك. هنا ممكن النير يتاخد بمعنى ايه؟ بمعنى النير الشر يعني، او ثقل الخطية، رفص اوح. صحيح انت غلطت غلطات كبيرة وضيعت حاجات كتيرة، لكن بقى امل ان تكسر نير الخطية من على عنقك. فبسيفك تعيش، يعني جاهد، ما تستسلمش، ما تستسلمش، ما تقولش في بركة في حياتي، قاوم الشر اللي ضيع البركة. مش الشر هو اللي ضيع البركة، قاومه، ما تستسلمش، لانك حينما تجمح يعني حين تقاوم بشدة تكسر النير من على عنقك. هي حتة رمزية اشارة الى انه مهما النير حط ومهما الخطية زلت الواحد له رجاء يكسر النير عن عنقه برضه. لكن الحقيقة عيسو ما فكرش في كده، عيسو فكر في الانتقام. ده انسان جزداني وصياد ورجل ما بيعرفش يحب ولا يسامح. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه، وقال عيسو في قلبي قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. أنا نستنى بس لما أبويا يمشي أنا هموته. يعني مرضاش يموته قصاد أبويا يعني، يعني كتر خيره. لكن هو خلاص الانتقام كالقلب. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له، أخبرت رفقة، يعني رفقة عرفت أن عيسو نويله. هو ذا عيسو أخوك متسلن، اللي هي مقصود بها مسلول، يعني ما بيسموها إيه، يعني مقهور منك أو شايل منك تمام من جهتك، بأنه يقتلك، يعني مشغول جدا بفكرة أن يموتك، مسيطرة على تفكيره. فالآن يا ابني اسمع لقولي، وقم اهرب إلى أخي لابان إلى حاران. لابان ده كان فات عليه سنين ما شافتوش. ليه؟ افتكر قصة إسحاق لما اختار زوجة، كان لابان لسه شاب صغير، لابان ده بقى خالي يعقوب دلوقتي. وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، روح غيب لك كم شهر كده يمكن أبوه أخوك يبرد، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فأخذك من هناك، هبعت لك وأقول لك أخوك برد، تعالى. لماذا أعدم أو أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ نقول لها إيه الست دي؟ ها؟ مش أنت السبب؟ بتقول أنا هخسركم أنتوا الاثنين في يوم واحد؟ واحد هيموت أخوه، طب وأنا هقبله إزاي وأبص في وشه إزاي اللي هيموت أخوه ده؟ طب ما أنت اللي عملت كده؟
وقعت الولاد في بعض ليه؟ قلت المشورة الفظيعة دي ليه؟ شجعتيه على الكذب ليه؟ خليت يعقوب هيهرب وعيسو هيكرهك لأن عارف ان انت اللي اتحيزتي له. وقالت لو موتك هعدمكم انتوا الاثنين. وقالت رفقة لإسحاق مللت حياتي. شوفوا بقى مش بس كده، لا ربنا بيأدب. من أجل بنات حس، الحس اللي هم الحسيين دول قبائل في كنعان. فعيسو راح اتجوز من بنات حس، ما رضاش يتجوز خالص من عشرتهم. ما سألش أبوه يتجوز إزاي، راح اختار من البنات الأمميات اللي هم مش مالهمش في ربنا، مالهمش عهد في ربنا، ما عرفوش ربنا. ودي كانت أهم وصية، إنه ما تطلعوش بره ربنا، لأن الخلطة مع أهل العالم تضيع الملكوت على طول، أي شركة بين النور والظلمة. فعيسو بيأكد أنه احتقر البكورية، إنه كمان اتحد بإيه؟ بأهل العالم. يعني بيؤكد إنه ملوش نصيب في الملكوت، بيؤكد إنه ماشي غلط. صحيح هو مظلوم في الموقف اللي فات، محدش ينكر، اتضحك عليه. لكن عيسو ما بيختارش ربنا، وما بيمشيش في الخط الروحي خالص، مالوش في ربنا. فراح اتجوز من بنات حس. فرفقة بتقول انا مللت حياتي، البنات دول خلوني اكره عشتي. ان كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس كمان مثل هؤلاء من بنات الارض، فلماذا لي حياة؟ فاضل بقى يعقوب كمان يتجوز منهم عشان انا ايه اموت نفسي بقى. فاهمين يعني؟ بقت خايفة على يعقوب يعمل زي اخوه، لان مفيش بنات لسه في العيلة دي، مفيش بنات. فاهمين؟ هي العيلة ليلة قوي، ابونا ابراهيم وسارة، اسماعيل مشوه، ففضل اسحاق ورفقة، كل اللي جابوه يعقوب وعيسو. فما نعرف لهمش قرايب الا في البلاد البعيدة خالص ناحية العراق، عيلة ابونا ابراهيم وعيلة لابان وهكذا. فبقت خايفة على يعقوب كمان يتجوز من بنات حس ويبوظ الدنيا اكتر. برضو الحتة دي مهمة يا جماعة، حرص الناس الروحيين على ان الجواز بالذات لازم يبقى من ربنا، ولازم يبقى جوه ربنا وجوه الكنيسة. تعرفين ساعات الناس تقول ايه هتفرق ايه، مش متدين. لا مش متدين، دي خطيرة، تخوف في الزمن ده، تخوف جدا، ما يعرفش ربنا دي تخوف. طبعا ناهيكم عن اللي بيفكروا ياخدوا من دين تاني، يعني ده بالضبط ينطبق عليهم، ان دول احتقروا البكورية، باعوا الملكوت، ما لهمش دعوة خلاص بالابدية. نقرأ تكوين 28، هقرأ لكم الحتة الاولانية. بعد حق يعقوب باركه واوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب الى فدان ارام الى بيت بتوئيل ابي امك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان اخو امك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرة. واضح ان اسحاق سامح ابنه، غفر ليعقوب، خلاص بقى الموضوع عاد. قال له يا ابني بص، عندنا على الاقل دافعين يخلونا نقول لك ايه، روح اتجوز من هناك، اخوك مش طايقك بعد العمله اللي انت عملتها، ومش عاوزينك تتجوز من هنا خالص. فروح ناحيه عيله امك وهات لنا عروسه حلوه ربنا يرضى عليها، ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركه ابراهيم لك ولنسلك معا. شوفوا البركه اسمها بركه ابراهيم لأنه هو أصل البركة. لتارس أرض غربتك، شوف التعبير ده، أنا ما أظنش أنه جاء قبل كده أو جه في عدد إصحاح 12 مرة. أرض غربتك، فكرة الغربة دي فكرة قديمة جدا، واحد يقول فين الغربة؟ ده ربنا وعدهم بالأرض، ما اسمهاش أرض غربة بقى، دي أرضهم، كان عندي أرضهم حسب وعد ربنا، لكن يسموا الأرض أرض غربة. قال له يا ابني اسمع الكلام، روح خد هات عروسة من بنات ربنا عشان تورث أرض غربتك. يعني اللي بيورث هنا دي أرض غريبة كده كده مش قاعدة يعني، ونفضل غرباء على الأرض. وده اللي علق عنه بولس في عبرانيين 11 لما قال أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا كغرباء لآخر عمرهم، رفضوا يسكنوا ويستقروا في حتة، فضلوا عايشين في خيام عشان باصين على السماء. فشوفوا التعبير، أرض غربتك، احنا غرب، التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام، دي منطقة اسمها فدان أرام، إلى لابان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله لفدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. وأما يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، يعني عيسو عرف أن أخوه طفش
مشروط، وان ابونا اسحاق باركه قبل ما يمشي. راى عيسو ان بنات كنعان شريرات في عيني اسحاق ابيه، فذهب عيسو الى اسماعيل واخذ محل بنت اسماعيل ابن ابراهيم اخت نبيوت زوجة له على نسائه. ما نعرفش هو بقى بيستفزهم ولا يعني عاوز يرضيهم، لكن هو كده كده. مين قال ان اسماعيل تبع ربنا برضه؟ فهو اتجوز كذا واحدة من بنات حس، وبعدين لقى ابوه وامه مش راضيين عنهم، فقام راح خد من بنات اسماعيل. وهم بنات اسماعيل مين قال كويسين؟ برضه مرفوضين. عيسو كده كده ماشي غلط، بيختار من كنعان من بنات اسماعيل، لكن هو ملوش في ربنا، مش عاوز ربنا ومش عاوز يسمع في كلامه، وما راحش قال لابوه طب ايه اللي يرضيك ولا لامه، لا خلاص هو بايع بركه ابوه وامه ومستحلف لاخوه، ومن الاول باع البكوريه. فواضح انه واحد ماشي بدماغه زياده. فخرج يعقوب، دي مكتوبه عندكم في البامفلت بقى في تكوين 28، من بئر سبع وذهب نحو حاران. عاوزكم تتخيلوا المنظر ده بقى، لانه ده اول لقاء ليعقوب مع ربنا. اول مره بقى يعقوب هيقابل ربنا، كل اللي فات ده قصة عادية اجتماعية، فيلم عربي، يعني ناس بتكره بعض وبتتحدى بعض وضعوا في بعض وأب تعبان وأم، يعني شغلانة عادية. فين ربنا بقى؟ لسه ربنا هيجي اهو. يعقوب خارج إحساسه إيه؟ أولاً ده أساساً مش بتاع برية، بتاع عز، بتاع خيام، مسافر لوحده خالص، لازم يخاف. السكت بتتوه والصحراء كلها عارب وتعبين، وده مش صياد زي اخوه ما بيخافش من حاجات، بس ما بيخاف. نمره اتنين، حاسس انه اخوه بيكرهه ويخاف يرجع، ومش عارف هيرجع ولا مش هيرجع. ابوه رضي عنه بالعافيه، لكن هو صعبان عليه من اللي عمله. فاحساس يعقوب ده بتصور الشخص اللي عامل عامله او كذا عامله وقرفان من نفسه وحاسس بوحدة وخوف ومطرود وتايه، ويمكن اللي بيجي في قلبه ساعتها ده ربنا بقى ايه هيفرجني بقى، ما انا استاهل، انا ضحكت على ابويا وضحكت على اخويا وما كنتش بحبهم ومشيت غلط. اكيد الجدع ده الشاب يعقوب ده عنده مشاعر كلها متعبة، خوف وقلق ووحدة وإحساس بالذنب وصغر نفس وضياع، وهروح فين وهتلم على خالي ده ازاي، وهيقبلني ولا مش هيقبلني، وهلاقي بنت تتجوزني ولا لا، ومين يرضى يرجع تاني معايا. إحساس صعب، أكيد عنده قلق واكتئاب من النوع المفتخر. فنشوف هيحصل ايه. صادف مكانا، هو مسافر بقى واصفين له السك، وبات هناك لأن الشمس غربت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه. طبعا ما فيش صلاة النوم بقى والكلام، واضح أنه لسه ما ارتبطش بربنا. فهو قرفان والدنيا ظلمت، فجاب حجر كده وحطه، وهينام ابن العز هينام على حجر. فاهمين ازاي؟ إحساس صعب برضه، إحساس بالمهانة. أبوه غني جدا على فكرة، إسحاق غني جدا، لأنه إبراهيم كان أغنى واحد، فكل ده ورث اسحاق. فيعقوب طالع من بيت كله غنى، فعشان يطلع بعصايته في الصحراء ويجيب طوبه يحط عليها راسه، ده ذل، وخايف بالليل هيحصل ايه طيب. فاتجع في ذلك المكان وراى حلما. زي ما نقف في الحته دي واقول انا متخيل لازم يبقى كابوس، يعني في الوضع ده وفي الظروف دي لازم ده يبقى كابوس مش حلم. ولو جاله ربنا لازم ربنا يعني يعاتبه على الاقل او يوبخه بشده. انت اللي عملت في نفسك كده، حد قال لك تكذب؟ ما انا قلت هدي لك البركه اديها لك، لازم تسرقها؟ ما تستنى يا اخي لما تمم انا الوعد، ما انا قلت لامك من الاول كبير يستعبد لصغير، مستعجل ليه؟ تاخدها بدراعك ليه؟ ما انا هجيبها لك لغايه عندك. ممكن ربنا يعاتبه، تضحك على ابوك يا يعقوب في السن ده، تقول انا عيسو كذا مره وتاكد واحطك قدام موقف عشان تصلح موقفك مش راضي، تضحك على اخوك مش كفايه موضوع العتب؟ ممكن يبقى عتاب طويل وتوبيخ شديد، وهو طبعا يستاهل، لكن اللي يحصل غير كده خالص.
إذا سلم منصوب على الأرض، سلم أرضها يعني منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، ده في الحلم. وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. خلي بالكم المنظر ده جميل قوي. سلم يعقوب، سلم الملائكة طالعة ونازلة بتتمشى، وده أول مرة يشوف ملائكة. خلي بالكم هنشوف ملائكة كتير مع يعقوب، لكن دي أول مرة يشوف ملائكة. والملائكة في حركة دائبة ودائمة، طالعة ونازلة، طالعة بطلبات ونازلة ببركات ما هنعرفش، لكن هي طالعة ونازلة في المكان اللي هو نايم فيه. طيب ايه كمان؟ وهو ذا الرب واقف عليها. يعقوب شاف يسوع، الرب هنا المسيح، لان اي ظهور في العهد القديم يبقى المسيح. فشاف المسيح واقف على السلم، واقف على السلم كانه نازل. فاهمين ازاي؟ ناوي يعمل ايه؟ يجي لنا في اخر الدور، بس السلم خد الف كذا الف سنه يعني، لكن هو جاي ماشي. فهو واقف على السلم بيقول لي يعقوب انا معاك وانا جاي، بس جاي دي لسه شوي. واقف عليها فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق، لان هو ده اسمه، لان هو اول مره يعرفه، اول مره يشوفه. ابونا اسحاق وابونا ابراهيم شافوه، لكن ده اول مره يشوفه. قال له انا الرب بتاع اسحاق وبتاع ابراهيم، الارض اللي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك. نفس الوعد بتاع جده وابوه. هو ممكن يكون فاكر ايه ساعتها؟ انه انا خرجت من الوعد بالعملة اللي عملتها، انا ما استاهلش وعد ابائي. قال له لسه يا عوب بقول لك، الارض اللي انت نايم عليها دي ليك ولولادك. الله، عارفين زي ايه؟ زي ما الواحد يغلط ويقول له رب راحت الابدية، راح الملكوت، يقول لك لا لسه ما راحش، لسه الوعد اللي انا وعدته لابوك وجدك لسه ليك، لسه يا رب بعد كل اللي انا عملته لسه. فهنا رسالة تعزية وتشجيع في وقت هو منهار نفسيا، وحاسس بفشل، وحاسس بضياع، وحاسس بعدم استحقاق. مش بس كده، ويكون نسلك كتراب الأرض، نفس الوعد بتاع جد إبراهيم، نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك. اللي حضر أبونا إبراهيم فاهم الكلمة دي، نسلك دي طلعت إيه؟ المسيح نفسه. لأن نسلك في تفسير بولس الرسول قال كلمة نسل لا تعود على جماعة، وإنما في العبري تعود على شخص مفرد. فبيقول له فيك يا يعقوب وفي واحد من ولادك كل الأمم تتبارك. فنفس الوعد اللي خده أبونا إبراهيم بياخده يعقوب. طب أبونا إبراهيم يعني الراجل يستاهل الوعد، آمن إبراهيم فحسب له بر. طب يعقوب معلش، عشان خاطر ابوه جده، عشان لسه في حاجات هنكتشفها حلوه فيه. فبيوعده بنفس الوعد. اعجب شيء ان ربنا يجي يوعدنا بالملكوت في لحظه ضعف، وفي لحظه انهيار، وفي لحظه احساس بالفشل، ويجي ربنا يقول لك لا تخف، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. يا رب بتقولها لمين ده؟ بتقولها لمين؟ قولها لماري جرجس، قولها لابو سفين، قولها لحد محترم. أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت لينك؟ لا، أنا اللي بعمل وبعمل. نفس الموقف، وها أنا معك. شوفوا بقى جمال الوعد ده، بقى اللي يمكن جديد ليعقوب بقى. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. أجمل كلمة في حياة يعقوب اللي هتفضل حافظاه لآخر عمره. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. أنا يعقوب مش هسيبك، انت هتمشي غلط وهتعمل عمايل، بس انا امين. فانا بقول لك كلمة مش هغيرها، انا معاك واحفظك حيثما تذهب مهما حصل، مهما رحت مش هسيبك. جميل قوي الوعد ده. ان ذهبت الى اقاصي البحر انت هناك، ان فرشت في الهاوية انت هناك ايضا، ان اخذت جناحي الصبح وطرت انت هناك ايضا، يدك تهديني. فقل كل حتة أنا معاك وهحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به، وهرجعك هنا في يوم من الأيام عشان تستلم الوعد اللي أنا وعدك بيه، لأني أنا قد كلامي. يعني هفرجك، مش أنا اديتك وعد بالملكوت، هفرجك على الملكوت عشان
تعرفوا ان انا قد كلامي، كلام اللي بقوله لازم هيتعمل. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. برضو الكلمة دي جميلة، الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. كل مكان الواحد بيروحه ينفع يتقال عليه كده، ربنا يبقى قاعد جنبك وقصاد عينك ومش واخد بالك. فين لما تفوق وتقول الرب في هذا المكان وانا لم اعلم؟ تحصل مشكلة وتجربة ووقت صعب وتبقى حاسس انك لوحدك خالص، وبعدين لما تفرق تقول ياه ده الرب كان في هذا المكان وانا لم اكن اعلم. كان ربنا موجود، احنا نايمين فمش شايفين ربنا، لكن لما ربنا كشف عن يعقوب في رؤيا طلع ان ربنا بملائكته معاه في الصحراء وحواليه وفي الضلمة وهو لم يكن يعلم. احنا مشكلتنا ان احنا لا نعلم ما يحدث حولنا لاننا لا نرى ما لا يرى، لكن الشاطر اللي عنده ايمان يرى ما لا يرى، او يحاول يعلم ما وراء الامور. ربنا موجود، ملائكته موجودين في سلم تربط السماء والارض، يسوع جاي من السماء مخصوص بيوعد انا معك واحفظك حيثما تذهب، كل حاجه تمام. وخاف، اول خوف روحي يدخل حياته. الكذاب ما بيخافش، لكن المره دي دخل خوف ربنا، خاف شاف ربنا اللي كان بيسمع عنه اول مره يشوف. دايما اول لقاء مع ربنا ده يهز الواحد. موسى اول مره شافه 80 سنه ما كانش يعرف ربنا، كان يسمع عنه، لكن لما شافه في العليقه سجد وارتعد لانه شاف ربنا بجد. ايوب بعد عمر طويل قال انا ما كنتش اعرفك، انا بس شفتك النهارده بعد التجربه. فساعات الواحد يقضي سنين في عمره ويقول له يا رب كاني لسه ما اعرفكش، لكن ما يقرب قوي من ربنا يبتدي معاه الخوف المقدس ان الواحد يشوف ربنا ويحس انه قريب. وقال ما ارهب هذا المكان، بقى الطوبه بتاعت امبارح والرمله والتعابين والعقارب طلعت ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. تلاحظوا كل المذابح تقريبا بيتكتب عليها الايه دي، ان المكان اللي ما انتش واخد بالك من عظمته. تروح كنيسه كده تلاقي فيها تراب وقديمه وستر الهيكل مقطوع بس انت مش واخد بالك، وسط الرمله دي والطوبه دي ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء، انت مش واخد بالك. عشان كده الاباء الكبار بتوعنا لما يدخل الكنيسه حسب الطقس ما كلمش حد ابدا، يطلع على الهيكل عدل ويسجد للارض حتى لو البطرك موجود. اولا يعطي السجود لصاحب المكان وبعدين يسلم على قداسه البابا وعلى الاسقف، لكن اولا المسيح صاحب المكان. عاوز ايمان ان الواحد يشوف كده ويبقى عنده الحس الروحي ده، ما هذا الا بيت الله، انا دخلت بيت ربنا. ساعات الاقي الجيل اللي جاي ده بيدخل ويطلع من الهيكل كده يتكلم ويضحك، لا هذا بيت الله وهذا باب السماء، له رهبه الوجود قدام ربنا. فبكر يعقوب في الصباح، صحي باكر بقى، واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقام عمودا وصب زيتا على راسه. الظاهر الحاجه الوحيده اللي كانت في جيبه زيت بركه، والزيت ده غالبا واخدينه أبا عن جد، لأن مين اللي كان بيستعمل الزيت؟ اللي يقرأ القصص كويس يعرف أبونا إبراهيم كان بيعمل مذبح وكان بيرشمه بالزيت. فيبدو ترك قارورة الزيت لإسحاق وإسحاق إداها بركة ليعقوب، وهو ده التقليد اللي عايشين عليه لغاية النهاردة، إن الزيت اللي عليه صلوات مقدسة زيت الميرون يدش المذبح. فكأن التقليد ده واخدينه من الآباء الأوائل، الزيت المقدس ده هو اللي يخلي الحجر مذبح مكرس لله. احنا ما بنقلفش، ده آبائنا الأوائل عملوا كده. أبونا إبراهيم عمل مذبح وأبونا يعقوب عمل مذبح، لأنه كان من الحكايات بيعرف إبراهيم بيعمل إيه في الحاجات دي، بيعمل مذبح ويصعد ذبيحة، هو ما حلتوش ذبيحة خلاص يقف يصلي كرائحة بخور، لكن يعمل مذبح. فدشن
الحجر عدله، وعدله دي ليها طبعا مغزى. حكايه عدل الحجر دي يعني الدنيا هتتغير، فاهمين ازاي؟ الحجر اللي كان نايم ده وقف، عمله عمود، يعني المفروض من هنا ورايح الدنيا تتعدل. بعد ما قابلت ربنا مش هينفع نمشي زي الاول. فهنا بدايه العلاقه بالله، ودي موجوده في حياتنا كتير. ساعات الواحد يبقى عايش بس ما حسش بربنا قبل كده، لغايه ما يجي اليوم اللي يحس ان ربنا ده طيب قوي وحنين قوي ولطيف قوي، ويجي في وقت الواحد مكسور ومنهار وما يستاهلش، ويبقى قريب وبيشجع ولا كان يعقوب عمل حاجه. العجيب ان ما عاتبش يعقوب في ولا حاجه، لان ربنا لما يلاقي الواحد فينا مكسور عمره ما يدوس ولا يعاتب. امتى يعاتب ويوبخ؟ لما يلاقي الواحد فينا مش واخد باله من خلطته، يكون متجاسر. لكن طول ما الواحد فينا مكسور ربنا يطبطب ويداوي وما يجيبش سيرة الخطية خلاص. ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، بيت الله، إيل يعني الله، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز، يعني اتغير الاسم، بقت المنطقة كلها اسمها بيت إيل، وما زالت المنطقة دي أو الاسم ده اسم مشهور، لأن في هذا المكان بنى، يعني اتبنى بيت لربنا عبارة عن حجر. ونذر يعقوب نذرا قائلا، هو قدام المذبح بيقول له نذر علي يا رب، إن كان الله معي، أنت بتقول أنت معايا، لو صحيح يا رب كنت معايا وقلت أحفظك وحفظتني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ده آخر طموحاته. قال له يا رب أنا بس مش طالب أكثر من أن ألاقي لقمة كلها وهدمة ألبسها، ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها. واخدين بالكم؟ أنا فاكر بقى هيقول له مثلا هذبح ذبيحة، يعني هعمل لك كنيسة، ده آخره يعني إيه؟ لو أنت عملت كده يا رب تبقى إلهي، طب كتر خيرك، لكن يعني ربنا مش عاوز أكتر من كده. ماشي. يعني كأن أول نذر وأهم نذر هو التكريس. يعني ربنا مش مستني تنذر له فلوس وتنذر له ذبيحة، انذر له عهد، قل له يا رب تبقى إلهي، إلهي دي يعني أنا بتاعك. هو ده اللي ربنا مستني، هو ده أحلى كلمة يسمعها ربنا. وهو ربنا بيوعدك تقول له يا رب لو قد وعدك أنا كمان تبقى أنت إلهي، لو حفظتني وكنت معايا تبقى إلهي. طبعا إلهي يعني هعمل اللي يرضيك وهقدم لك ذبايح. وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. حسب ما استلم في التقليد عن جد إبراهيم، في حاجة اسمها العشور، طلعت العشور دي من قبل الشريعة خالص، لأن أبونا إبراهيم لما وطأ قدام ملكي صادق عمل إيه؟ طلع العشور وإداها الملك السلام مسيح اللي شاف. فهم بقى عندهم مبدأ العشور، فتاري يعقوب ما بيطلعش عشوره لغاية دلوقتي طبعا، لأن ربنا ما يشغلوش. لكن من هنا ورايح أول دليل على العهد العشور، عشان كده العشور دليل عهد. في حاجات صغيرة في حياتنا دليل ارتباطنا بربنا، زي مثلا العشور. اللي ما بيطلعش عشور ايه العهد اللي بينه وبين ربنا؟ ايه البيانات؟ ايه حيثيات العهد؟ ايه التزاماته في العهد؟ اذا كان حتى القرش اللي بيجي له ربنا ملوش نصيب في الاكل والشرب، صيام الاربع والجمعه عهد، فرحه يوم الحد عهد، ابانا الذي اللي بنقولها دايما دي عهد، اسم ربنا يسوع المسيح اللي بناديه عهد، علامه الصليب عهد، كل دي عهد بيننا وبين ربنا. حاجات تبدو صغيره بس دي علامه عهد. فالواحد لما يبتدي يتنازل عن الحاجات دي العهد بيبهت كل شويه ويضعف، بينما الالتزام الشديد معناها انت يا رب الهي، عهد بيني وبينك ما اقدرش اكسر يوم الحد ده يومك، ما اقدرش اكسر يوم الجمعه ده يوم صيامك، ما اقدرش ابطل في العشور ده حقك لان بيني وبينك عهد. ندخل على 29. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب الى ارض بني المشرق ونظر، واذا في الحقل بئر، وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان، والحجر على فم البئر كان كبيرا.
فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكان. فقال لهم يعقوب: يا إخوتي من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من حاران. فقال لهم: هل تعرفون لابان ابن نحور؟ فقالوا: نعرف. فقال لهم: هل له سلامة؟ فقالوا: له سلامة، وهو ذا راحيل ابنته آتية من الغنم مع الغنم. فقال: هو ذا النهار بعد طويل، ليس وقت اجتماع المواشي، اسقوا الغنم واذهبوا وارعوا. هو راجل غريب على المنطقة، وهم لهم نظام يجتمعوا كل الرعاة ما يكشفوش عن البير غير لما كل الرعاة يكتملوا، وبعدين يكشفوا عن البير ويسقوا ويغطوه تاني. فهو راح في النهار، في أول النهار قال لهم: انتوا واقفين ليه؟ ما تسقوا وتمشوا. فقالوا: لا نقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر ثم نسقي الغنم. طبعا هي احد اشارات الوحدانية، بمعنى ايه؟ زي نظام اللي يدخل ياكل وخلاص، لا، نجتمع كلنا، استنى بعض وناكل مع بعض. وهو ده اللي قاله بولس في كورنثوس لما حصل مشكلة ان كل واحد كان عاوز يدخل الكنيسة في الميعاد اللي على مزاجه يتناول ويمشي. قال لهم: ايه، مالكوش بيوت ولا ايه؟ لا، ننتظر بعض وناكل اكل واحد ونصلي بروح واحد ويبقى قلبنا واحد ونفسنا واحد. فده كان كلام من زمان، ان الرعاية يجتمعوا وياكلوا مع بعض او يسقوا مع بعض. ودي برضو ليها معنى، كلمة الرعاة دايما اشارة للخدام والمكرسين، لازم يجتمعوا ويستقوا مع بعض، يعني لازم يبقى لهم اجتماعات روحية، يتناولوا مع بعض، يصلوا مع بعض عشان يسقوا الغنم كمان مع بعض. وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت رحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لابان خاله وغنم لابان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر. قام يعقوب عمل فيها شهم وبغض النظام عشان شاف رحيل جاي عاوز يعمل فيها، يعني راجل يعني، فإيه، راح هو اللي كشف عن البير وقال يلا رحيل جت أهم واحدة يعني. وزق غنم لابان خاله ولا لا انت ارتاحي انا الذي ده غنم خالي. وقبل يعقوب رحيل، هعديها دي، ورفع صوته وبكى، واخبر يعقوب رحيل انه اخو ابيها وانه ابن اخو ابيها. هنا يا جماعه مقصود بها القرابه، الخال يتم اخ في اللغه، زي مثلا ابراهيم ولوط، لوط كان ابن اخوه بس يقول له احنا اخوات، فاهمين المعنى؟ فكل القرابات القريبه تتسمى في العرف اخوات، لكن هو لابان خاله بس قال لها انا اخو ابوكي، مقصود بها انا منكم يعني. وانه ابن رفقة، فركضت واخبرت اباها. فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن اخته انه ركض للقائه وعانقه وقبله واتى به الى بيتي، فحدث لابان بجميع هذه الامور. برضو تحسوا انه الشرقيين دول فيهم حرارة، يعني لما شاف رحيل بكى وخاله طلع جاري ياخده في حضنه ويقبله، في محبة داخلية، والدم برضه حن زي ما بيقولوا يعني. فهنا في نوع من الارتياح والحنين والفرح، انه اللي بنسمع عنه ده لان بقالهم سنين طويلة قوي، يعقوب ده شفناه. فقال له لابان: انما انت عظمي ولحمي. فاقام عنده شهرا من الزمان، شهر ضيافة. ثم قال لابان ليعقوب: الا انك اخي تخدمني مجانا، اخبرني ما اجرتك. طبعا في الشهر ده ايه بقى يعقوب هيقعد فاضي؟ فدا يطلع مع الغنم ويشتغل وبتاع. فلبان لقى يعقوب جدع يشتغل، فقال له: بص، لا طبعا هما الاثنين اسوأ من بعض، لبان ويعقوب في الفلوس بالذات، هيتشوف دلوقتي. فلبان قال يعني برضه عمل فيها كويس، وقال له ايه؟ قال له: لا، مش عشان اخويا يضحك عليك، لا، تاخد حقك. عاوز كام؟ وكان لبان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل، وكانت عينا ليئة ضعيفتين، اما رحيل فكانت حسنة الصورة والمنظر. فأحب يعقوب رحيل فقال: أخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى. ما هو ما حلتوش مهر، ومش هيعرف يروح لأبوه يجيب فلوس، أبوه غني جدا بس ما يقدرش يعتب البيت، ما يضمنش يوصل ولا لا. فقال له: إيه رأيك 7 سنين شغل وأخد رحيل عروس؟ طبعا بالنسبة للبان ما خسرش حاجة، ده كسب كل حاجة، وده راجل يعني يحب المكسب. فقال له: تمام. فقال لبان: أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها، بيتقل علي يعني، أحسن من أن أعطيها لرجل آخر، أقم عندي. ماشي. فخدم يعقوب برحيل 7 سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة. طبعا الخطوبات بقى تتفهم بقى، تعدي جري، الجواز يعدي بطيء جدا، الخطوبات تعدي جري. فدول 7 سنين عدوا جري بسبب، يقول هنا
بسبب محبته لها. والتعبير ده جميل، يعني الكتاب قد كده بيحس بمشاعر الإنسان، إن المحبة القوية تهون التعب، تهون أي تعب. اللي يحب ربنا قوي حسش أبدا أنه بيتعب، اللي يحب شخص قوي يتعب مهما يتعب ويهون التعب. فطول الأيام وأيام تعب وأيام شغل، لكن يشعر كأنها أيام قليلة بسبب محبته له. تعبير جميل، إن الأيام تجري طول ما في محبة لأنها ثمينة، وتبقى بطيئة ومملة لو ما فيش محبة. ثم قال يعقوب للابان: أعطيني امرأتي لأن أيامي كملت فأدخل عليه. فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة، وكان في المساء أنه أخذ ليئة ابنته. يبدو بقى شرقيين صعيدة، فكانوا إيه يغطوها كده لغاية ما تدخل الخضر بتاع جوزها، وبعدين يكتشف أنها مش هي. وآتى بها إليه فدخل عليها، وأعطى لابان زلفة جارية لليئة ابنته جارية. كان يعني يوهب العروسة يعني هديتها جارية تبقى ليها طول العمر. في الصباح إذا هي ليئة، فقال لبان: ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس برحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ أنا خدمك عشان رحيل. بدأ الخداع بقى واللعب. فقال لبان: لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر. خلي بالكم ابتدى يوجعوا بفكرة البكر تاني. يلي سرقت البكورية أدينا أنا بسرقك أهو، مش أنت كنت عاوز التانية؟ لا يا اخويا، عندنا البكر الاول، تاخد البكر البكره الاول الكبيره الاول. اكمل اسبوع هذه، شوفوا كمان التعبير، كمل لها اسبوعها هي كمان. اسبوعها طبعا يعني 7 سنين، يا ريت اسبوعها ايام. وبرده ده احد تعبيرات الكتاب، لما تقرا سفر دانيال يقول لك سبعة اسابيع تطلع 77 سنة يعني. لكن لقب اسبوع ده ساعات يتقال كده جزافا على السنين يعني. أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا 7 سنين. طبعا الرجل جوز البنتين واشتغل عنده الرجل 14 سنة، هو ما تكلفش حاجة. ففعل يعقوب هكذا، فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له، وأعطى لبان رحيل ابنته بلها جارية جارية له. فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده 7 سنين أخرى. رحيل جات الأول ولا الثاني؟ الثانية. مين محبوبة أكثر، الثانية ولا الأولى بالنسبة ليسوع؟ أنهي كنيسة الأولانية؟ اليهود. أنهي كنيسة الثانية؟ المسيحية، كنيسة العهد الجديد. أنهي محبوبة أكثر؟ كنيسة العهد الجديد. فاهمين المعنى؟ وإحنا دايما بنشوف يعقوب برضو إشارة للمسيح، اللي تعب فيها أكثر كنيسة العهد الجديد، اللي شقي فيها أكثر. وكأنه سوري في التعبير، ربنا اتخدع في الأولانية، لأنه كمان خلي بالكم ليئة كان نظرها ضعيف. فاهمين؟ مين يربطها باليهود دي؟ لهم عيون ينظرون ولا ينظرون، ليئة. فاهمين؟ يعني إشارة إلى العروسة الأولانية اللي طلعت مقلب. فعروسة ربنا الأولانية، شعبه الأولاني، طلع مقلب بصراحة، ما بيشوفش، وربنا تعب فيه كتير وما يستاهلش. لكن لما تعب معانا رحيل المحبوبة بقى، الزوجة المحبوبة. وعاد فخدم عنده 7 سنين أخر. ده بقاله كم سنة ما شافش أبوه وأمه؟ دخلنا في 21 سنة. الراجل ده نسي أبوه وأمه. الأهم كمان فين ربنا؟ ده 21 سنة ما جاتش سيرة ربنا. ده لسه كان بيقول له تبقى إلهي وطلع عشور وكلام. ساعات الواحد يبتدي مع ربنا ويتحمس ويسخن ويوعد ويندر ها، وبعدين تيجي بقى العروسة والمكسب ولبان والخداع والشغل، ويتنسي ربنا خالص ويتركن وما نسمعش عنه 20 سنة، ولا كأنه ده بتاع ربنا خالص، ولا ابنه ابن الموعد ولا ابن اسحاق، حتى ابوه وامه ونسيهم. ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا. يعني ربنا أكرم الغلبانة لأنها مش بيحبها، ربنا برضه حنين على الكل فبيعوض. فلقى يعقوب مش حابب ليئة، عوضها بأولاد. فحبلت ليئة ولدت ابنا ودعت اسمه رؤوبين، لأنها قالت: الرب نظر إلى مذلتي إنه الآن يحبني رجلي. رؤوبين دي يعني معناها الرب، يعني كأنه الرب رأف به
نظر إلى مذلتي، يعني زي ربنا رأف بي. أصل العربي والعبري قريبين شوية في النطق. وحبلت أيضا ولدت ابنا، وقالت الرب سمع أني مكروها فأعطاني أيضا شمعون. شمعون يعني سمعون، سمع لي. وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت يقترن بي رجلي، لأني ولدت له 3 بنين، لذلك دعي اسمه لاوي. خلي بالكم الاقتران عند الثالث واسمه لاوي. لاوي ده اللي هيبقى مسؤول عن ايه بعد كده؟ كهنوت. حد بربط بحاجة؟ يبقى الكهنوت مسؤول عن الاقتران بالله بالثالوث من خلال اسم الثالوث، الاب والابن والروح القدس. فلاوي اصبح المقترن المتحد، ضمنت ان يعقوب بتاعه وجود كهنة وسطينا، وجود كهنوت، لانه وكيل عن الله. وجود وكيل عن الله معناه ان ربنا بتاعنا. نكمل. وحبلت ايضا ولدت ابنا وقالت هذه المرة احمد الرب. لا، ذلك بعد الاقتران يجي بقى احلى اسم واهم اسم، دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة. احمد الرب، يهوذا يعني اشكر ربنا، يهوذا يعني فخارستية، يعني نشكر ربنا، احمد الرب. عشان كده يهوذا هيبقى هو البكر الحقيقي بعد كده. البكر الاولاني الطبيعي مين؟ رأوبين. رأوبين هيضيع البكورية برضه، خلي بالكم. وهيبقى البكر اللي بيسموه بالنعمة يعني يهوذا. زي ما يعقوب خد البكورية مع انه مش البكر، كمان يهوذا هيبقى البكر عشان هيجي منه المسيح بعد كده مع انه مش البكر. لان رأوبين هيدنس مضجع ابوه، هيهين كرامة ابوه، لانه هياخد واحدة من الجواري ويعتدي عليها، يلفظ من البكورية. اذا خلي بالكم الكتاب بينبهنا ان البكورية في الاصل حاجة جسدية، لكن تحافظ عليها بالايمان، ولو ضاعت منك تنسب عنده ايمان، للي يتشبث بيها، للي يشتريها، فاهمين؟ للي يجري وراها. فاللي يعيش حياة الشكر، يهوذا اشارة للعهد الجديد، لانه ايه؟ نشكر ربنا.